السلام عليكم، معكم إيمون، وفي هذا الفيديو سننجز مهمة مميزة. المطلوب هو أن نقوم بالرقص أمام تمثالين ومخيم. لا أدري كيف ستكون أسماء تلك الأماكن باللغة العربية، ولكن سأضع ذلك في الوصف عندما تظهر الأسماء الصحيحة. بالتأكيد أنا أصور هذا الفيديو قبل أن تنشر التحديات. في مزرعة الجنون يتواجد تمثال من القش، ويبدو كأنه يقول مرحبا، التمثال موجود هنا بالتحديد. ولا ننسى أن نقوم بالرقص. حسنا، لا أملك الكثير من الرقصات، ولكن هذه ستفي بالغرض. التمثال يدعى بهيمن. التمثال الثاني وهو لبايبمان، رجل مصنوع من الأنابيب. المكان موجود هنا بالتحديد. وضعية هذا الشخص غريبة جدا. لقد قمنا بالرقص أمام مكانين، والآن تبقى المكان الأخير. الوجهة القادمة هي مخيم، أعتقد ذلك. أعتقد أنهم يجهزون لإشعال نار أو شيء من هذا القبيل. هذا هو موقعه على الخريطة. بالتأكيد لا ننسى أن نرقص. كانت تلك هي الأماكن الثلاثة. سأضع تفاصيل أكثر في الوصف إذا لزم الأمر، لأنني أنشر هذا التحدي قبل أن ينشر في اللعبة حتى. كان هذا كل شيء. ألقاكم قريبا يا رفاق.